بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا وصلنا للسوبر هيتد فابر، البخار المحمص. احنا قلنا البخار المحمص بعد ما يعني نطي حرارة للبخار المشبع راح ترتفع درجة الحرارة ويتحول من بخار محمص، العفو، من بخار او مشبع الى بخار محمص. هنا in the region to the right of the saturated vapor، يعني على يمين منطقة الـ saturated vapor line and at temperatures above the critical point temperature a substance exists as superheated vapor. يعني على يمين المنطقة، يمين منطقة الـ saturated line vapor اللي هي هاي، يعني هنا بعد هاي، يعني المنطقة اللي هنا هاي على يمينها وبعد او اعلى من الكريتيكال بوينت تمبرشر، a substance exists as super heated vapor، تكون على شكل بخار محمص. هاي المنطقه since the super heated region is single phase region vapor phase only. طبعا بهاي المنطقه تعرفون انتو بخار المحمص هو طور واحد single phase، زين، اللي هو شنو؟ فقط vapor phase only. زين. Temperature and pressure are no longer dependent properties and they can conveniently be used as the two independent properties in table. هنا راح نستخدم خاصيتين، يعني نحتاج إلى خاصيتين حتى نطلع الخصائص. خاصيتين احنا نستفاد منها نطلع الخصائص. فهنا بعض الملاحظات، طبعا in the tables the properties are listed against temperatures for selected pressures starting with the saturated vapor data. The saturation temperature is given in brightness following the pressure wave compared to saturated vapor. Superheated vapor is characterized. هسه اذا سوينا مقارنه بيناتهم، بين المحمص والساتوريتد لاين، اكو فتش مقارنه؟ نعم. لو بريشرز اول شيء انه الضغط اقل، لو بريشرز بي اقل بي ساتوريتد اند جيفن تي هاير تمبرشرز هاير سبيسيفيك فوليوم هاير انترنال انرجي هاير انثالبي. ذني درجه الحراره والحجم النوعي، يعني مثلا الفي اكبر من الفي جي، الفي اللي هي بالمحمص، اليو بالمحمص اكبر من اليو جي، الاتش اكبر من الاتش جي، يعني الخصائص كلهن اكبر في حاله المحمص. زين. جدول مالته هسه هذا بيرشل اوف تيبل اي 6، اذا نجي نشوفه هسه هنا او نطلع الجدول مالتنا، خلينا نبقى هنا عندك تلقى بالمحمص، من تجي الى جدول المحمص راح تلقى درجة الحرارة بالبداية، درجة الحرارة هاي، وتلقى الخصائص الأخرى الـ V والـ U والـ H. وعنده ضغوط معينة، عنده ضغوط معينة هاي الخصائص، مثلا عند الـ 100-150 إلى درجات الحرارة، عند الـ 0.1 ميجا. شوفوا هنا بالسوبر هيتد نلقى الضغط بالـ 0.1 ميجا، الـ B 0.5 ميجا، وهكذا انواع من عندهم نقدر نستفاد من عندها. نقدر هسه احنا نطلع الجدول مال السوبر هيتد اذا ردنا رجعنا البروبرتيز بالنهايه مالتنا ابندكس هاي بروبرتيز وشفنا السوبر هيتد اللي هو جدول يبدا من جدول اي 6. جدول اي 6 خاص بالمحمص، هذا جدول اي 6 خاص بالمحمص. شوفوا لي درجة الحرارة ومقابل إلها الخصائص الأخرى. بنجي هنا للجدول مالتنا، باعوا لي عليه الحقل الأول تي، كاتب لك عليه ساتشوريتد، يعني هاي الدرجة هي درجة ساتشوريتد اللي هي ايش قد؟ 45.8 سي، يعني عند ال 45.8 سي إذا تريد الحجم النوعي 14.67، تريد اليو 2437، تريد الاتش، تريد اس، كل وحده تطلع من هذا. بعد اعلى من عثها 50
100 وهكذا. إذن العمود الأول درجة الحرارة، العمود الثاني الحجم النوعي، العمود الثالث الطاقة الداخلية، الحجم الرابع الـ H والـ S وهكذا. هسه طالب يسأل، فأنت من تجي تدور لازم عندك خاصيتين حتى تطلع القيمة. هسه واحد يقول أستاذ شنو الخاصيتين؟ مثلا عندك ضغط وعندك درجة حرارة، عندك ضغط وعندك درجة حرارة، حتى ذولا لما نتقاطعهم ضغط ودرجة حرارة طلع القيمة اللي تريدها. مثلا أنا طلع اليو أو الـ H، أي واحد من عندهم، عندي أنا بدرجة حرارة 100 بس عندي يا ضغط 0.01 أو 0.05 أو 0.01. إذا قال لك يابا عند الـ 0.01 مثلا وبدرجة حرارة 100، تقول له شو تريد اليو؟ تقول له اليو 2506. أوكي؟ 2506 قيمة اليو أو الـ H. إذا لازم عدة خاصيتين حتى تروح للبخار المحمص. شوفوا تستمر هاي الجدول أي 6 يستمر كونكلود إلى أن آخر شيء نوصل إلى ضغط 60 ميجا باسكال. نوصل إلى ضغط 60 ميجا باسكال. زين. هسه هنا بالنسبة أن نرجع للصفحة 130 أعتقد كانت. نجي هنا للسوبر هيتد حكينا. هذا هنا عندنا مثال 3.6 حطيناه بهاي الوحدات 60 بي اس اي و 400 فهرنهايت صفحة 130. ممكن أن نحولهن لل اس اي يونت. Determine the internal energy of water at 20 بي اس اي و and 400 فهرنهايت. زين. خلي نقول المقابل الهن هاي ساتوريتد. والله اكبرها. لا هذا الوراء. اوكي خلينا نجي لهذا. هسه نجي ل 20 بي اس اي. 20 بي اس اي نحولها يا عندي يا ضغط هاي 20 بي اس اي نحولها الى نحولها الى 5 ميجا. 5 ميجا عربي. 5 ميجا باسكال. 5 ميجا باسكال اي سمول. اوكي. ودرجة الحرارة نحولها ايضا درجة الحرارة 400 فهرنهايت. 400 فهرنهايت ايش قد نعتبرها؟ نعتبرها عند 80 سنتيغريد. يعني انا غيرت السؤال بدلالة الاس اي 80 او شيفت سي. اوكي. اذا انا عندي عند ضغط ودرجة حرارة معينة، عند ضغط ودرجة حرارة معينة، الضغط ايش قد قلنا؟ عند ضغط 5 ميجا باسكال وعند درجة حرارة 80 سنتيغريد. درجة حرارة 80 سنتيغريد، شو يريد؟ طبعا 50 200 لحظة 200 كيلو باسكال. المثال 3.6 200 كيلو باسكال. أول مرة ضغط كي بي اي. إذن عنده 200 كيلو باسكال. 200 كيلو باسكال وعنده درجة حرارة، وعنده درجة حرارة 300. وعنده وينها هاي؟ عنده درجة حرارة 300. ثلاثمية شنو سنتيغري؟ سنتيغري او هذا الاول درجة الحرارة وهذا الضغط. الضغط قد 200 كيلو باسكال. اوكي. Determine the internal energy of water. اريد الطاقة الداخلية للماء عنده 200 كيلو باسكال و 300 درجة مئوية. لاحظوا انطانا خاصيتين. هو هسه انطانا خاصيتين. يريد من عندنا نعرف او نطلع الطاقه الداخليه. زين.
هنا احنا شو نسوي؟ طبعا ناخذ الخاصيتين ونجي نشيك عليهم، ناخذ الخاصيتين ونجي نشيك عليهم، نشوف انه شلون اطلع اني الطاقه الداخليه. نجي للجدول، الجدول مالتنا اي 6. هسه هنا نجي اني هسه هاي الحاله العدي تنتبهون عليها مهمه. الحاله العدي اني هسه من اجي لذني درجه حراره 300 و200 كيلو باسكال، هل اقدر اروح اشتغل على جدول الساتوريشن بريشر؟ انا عندي اكو جدول اسمه ساتوريشن، واكو جدول عند السوبر هيتد، والساتوريشن عندي جدولين، يعني جدول ضغط وجدول درجه حراره. هنا شلون اعرف انه اني حالتي مشبعه لو محمصه؟ ساتوريشنز اور سوبر هيتد، شلون اعرف؟ حتى نحل هاي المشكله ايش نسوي احنا؟ نروح نشيك نشوف عنده عند هذا الضغط، عند الضغط 200 كيلو باسكال، عند هذا الضغط عند الضغط 200 كيلو باسكال ايش قد درجة الحرارة على سبيل المثال؟ خلينا نشوف التيبلز، مو هيجي هسه هو يريد من عدة ما انترنال انرجي اوف ووتر، الطاقة الداخلية للماء، عنده 200 كيلو باسكال ودرجة حرارة 300. زين هاي شلون نسويها؟ اول شيء نشيك هل الحاله اللي عندي هي ساتوريشن ام محمص؟ فاذا عرفت هذا الشيء اني اروح اطلعه. زين هسه نروح للضغط 200 كيلو باسكال من الجداول، نروح ل 200 كيلو باسكال من الجداول، طلع الجداول مالتنا بروبرتيز. زين اللي هو من هو اي 6، اي 6 خاص بالمحمص 908، واضح؟ اي 6 خاص بالمحمص، اجينا هذا الخاص بالمحمص، لازم عندي خاصيتين حتى ادخل الجدول. البيج قد عندي 200 كيلو باسكال، حتى احول ال 200 كيلو باسكال للميجا لازم اسوي اقسمها على 1000، 200 تقسيم 1000 يطلع لي 0.2 ميجا باسكال، واضح؟ انا عندي 200 كيلو باسكال، عندي 200 كيلو باسكال، حتى هاي ال 200 كيلو باسكال ادخل الى الجدول السوبر هيتد، او قلنا احنا قبل السوبر هيتد راح نشيك انا شلون اعرف السوبر هيتد او غير السوبر هيتد؟ اشيك اول مره جداول الساتوريشن، هلا اروح للساتوريشن، نجي هنا ويا هاي نكبرها، عندي ضغط مو؟ اذا ساتوريتد بريشر، هاي تمبريشر جدول اي 5، اجي هنا لل 200 كيلو باسكال، هذا 200 كيلو باسكال، هذا 200 كيلو باسكال، من اجي اباوع لل 200 كيلو باسكال الاحظ درجة الحرارة المقابلة الى 120، الاحظ درجة الحرارة المقابلة الى لل 120، 200 كيلو باسكال درجة الحرارة المقابلة له 120، لكن بالسؤال ايش قد منطيني اياها؟ بالسؤال منطيني اياها 300، بالسؤال منطيني اياها 300، واضح؟ اذا انا عندي 200 كيلو باسكال، اوكي هذا كضغط البي مالتي، عند هذا البي، عند هذا البي ب 200 كيلو باسكال، اوكي؟ وعاد تي ايش قد التي؟ 300 سنتيغريد. يقول لي اريد الطاقه الداخليه من عندك، يريد من عندي المجهول، شنو المجهول؟ اليو. زين انا هسه الحاله اللي عندي هاي هل هي ساتوريتد؟ هل هي سوبر هيتد؟ ما اعرف، فشو اسوي؟ اروح لل 200، اروح الجدول الساتوريتد، مو ساتوريتد تيبل، مو اروح الساتوريتد تيبل اللي هو من هو اي 5، مو اي 5، اروح الى جدول 5 تيبل اي 5، اوكي اروح الجدول تيبل اي 5،
من اجل تيبر 5 اجل 200 كيلو باسكال ايش القى قدامها درجه الحراره كنترول سي راح طلعتها هسه ايش قد درجه الحراره مالتها عند ال 200 120.21 120 لاحظ زين هسه هذا شي معناه يعني انا من اروح للساتشوريتد تيبل راح القى انه عنده ال 200 120 لكن هاي ال 120 بالحقيقه الواقع هي اصغر من العدي قد انا عدي 300 معناها شنو طلاب معناها الحاله العدي الحاله اللي عندي الحاله الواقعيه او اللي عندي هي ليست اشباع بعد شنو اذن حالتي بخار محمص واضح اذن حالتي بخار محمص اوكي شيك درجه الحراره هسه شو اسوي اروح الجدول بخار المحمص من اروح الجدول بخار المحمص الضغط بالميجا باسكال فاقول الضغط هو 200 كيلو باسكال كنترول سي كنترول في شو اسوي اقسمه على الف تقسيم الف قد يطلع لي 0.2 ميجا باسكال البي بالكابيتال زين درجه الحراره ات تي مو قلنا 300 سنتيجريد كنترول سي اذا اروح الى جدول البخار المشبع وعنده هاي الظروف واللي هي 0.2 ميجا زين 0.2 ميجا ماسكال بي يساوي 0.2 ميجا باسكال وعنده درجة حرارة 300 جيد اجهز للجدول هسه هذا المشبع اذا انا انتقلت من عنده ما يفيدني لان مو حالتي فاروح الى جدول المحمص اجيت بالمحمص وين ادور هسه انا لازم عندي حالتين طلاب اعيد واكرر لازم عندك حال يعني لازم عندك تو بروبرتيز حتى انت تطلع الخصائص لازم عندك تو بروبرتيز واضح زين الخاصيه الاولى اللي عندي انا ضغط ايش قد طلعت الضغط اللي عندي هسه طلعت 0.2 ميجا جيت للجدول الاول ب البخار المحمص 0.01 0.05 0.1 0.2 0.2 اذا يفيدني 0.2 اذا هذا الجدول هو يفيدني جيد بعد اريد خاصيه اخرى ما اقدر اطلع اني خذوها ملاحظه وسجلوها يمكم لا يمكنني استخراج القيم من الجداول الا بوجود خاصيتين سجلوا لي اياها يمكن لا يمكن الاستخراج القيم من الجداول لا يمكن لا يمكن استخراج القيم او الخصائص وكيفك الخصائص من الجداول الا بتوفر خاصيتين توفر خاصيتين خاصيتين او معلومتين هسه بعدين هاي المعلومتين يعني بدينا بس المهم هسه خاصيتين اذا هاي ملاحظه هون ملاحظه جيد اذا اني لا يمكن استخراج الخصائص من الجداول الا بتوفر خاصيتين لازم عندي خاصيتين اوكي عندي خاصيه نعم عندي هسه الضغط ودرجه الحراره عندي انا الضغط ودرجه الحراره اوكي اشرت على الضغط هسه اني اشرت على الضغط اشرت على الضغط درجه الحراره اطلعها ايش قد درجه الحراره 200 مو درجه الحراره
ايش قد قلناها؟ 300 العفو. اجي هذا ضغط 10 على 300. على 300. زين. انت شو تريد؟ اريد الطاقة الداخلية. الطاقة الداخلية يا عمود مو الأول والثاني الثالث. إذا الثالث هذا 2808 طاقة داخلية. إذا ايش راح أقول؟ يو تساوي ترانسي 2800 وحدات كيلو جول كيلوغرام. اوكي كيلو جول كيلوغرام. النتيجه مالتنا هاي انسر. هذا المثال على انه نطلع الخصائص. هذا المثال على انه نطلع الخصائص من الجدول المشبع. واضح؟ اكو سؤال لحد؟ اكو سؤال عندكم؟ لا؟ اكو سؤال؟